السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم لي زابوني تاعنا في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في التي دائما تشارككم الحصري والجديد. شوفوا غاودنا الاجواء تاع اليوم، يعني تاع ياريشان مع اللاعبين، يعني في الفندق وحصه تعارف مع اللاعبين ومع كما احنا نقولوا الطاقم تاع الاداره والطاقم الفني وكل شيء تاع شبيبه القبائل. والله يعني مالغري تبان مخلطه في شبيبه القبائل، ولكن الكل يبتسم، الكل فرحان. حصة تعارف كانت كما احنا نقولوا رائعة، مليئة كما احنا نقولوا بالتفاؤل. والله نتمنى لها ان شاء الله التوفيق يا ربي، نتمنى لها التوفيق. كما راكم قاعدين تشوفوا يا ريشان راهو في الفندق مع اللاعبين الجدد ان شاء الله، ونتمنى لها ان شاء الله كل التوفيق يا ربي. والله غير نتمنى لها كل التوفيق، على بالنا باللي راه ما كانش كيب ما فيهاش المشاكل، بصح الحمد لله، والله غير الحمد لله. يعني نعرفوا كيف نفوتوا الازمات وكيفاش نخرجوا من الازمات هذه اللي رانا فيها. لايك على الفيديو، ابوني وشارك في القناه، وخلي لنا التعليقات تاعكم ان شاء الله في لي كومونتير باش ديما رايحين نستفادوا من بعضنا.